اسمي سيليا، واليوم أقدم لكم مجموعة من السنافر. من السنافر؟ السنافر مخلوقات خيالية. من رسم السنافر؟ رسام بلجيكي اسمه بيلو. اشتريت غالبية السنافر عندما كنت طفلة في إيطاليا وفرنسا وألمانيا. بعض التماثيل نادرة، مثلا السنفورة التي تلعب بيسبول. هنا السنفورة، هو صنفور كبير الحجم. في الحقيقة هو حصالة على شكل صنفور. النقود هنا. ممكن أن ندرس أسماء الحرف، مثلا الخباز، الفلاح، السباك، رجل الإطفاء، الطباخة، البناء، النجار، الحياط، الحلاق، السكرتير. ساعي البريد، الشرطي، الأستعارة، لعيبة كرة القدم، الممرضة، الطبيب، الموسيقار، الراقصة، جلسة الأطفال، وهي الممثلة. وأنتم، هل رأيتم مسلسلات السنافر؟ أتمنى لكم يوما سعيدا.